إن شاء الله. مدير المدرسة الخادم، آبائي وأمهاتي، المعلمين الكرام، إخواتي وإخواني الطلاب النجداء، أسعد الله صباحنا الجميع بكامل الصحة والعافية. وكما أن عودكم دائما سماعنا الإذاعة المدرسية للتنوع والجديد في البرامج، فيسرنا اليوم على قدم لكم برنامجنا الإذاعي والمميز الذي يضم فقرات متنوعة. أرجو من تمام الأداء الجميل وخير ما أبدأ إيه؟ آيات عطرة من الست الحكيمة الطالبة حبيبة عادل. الأنصار والمهاجرين،